السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده من قناة ام ليلى وطيور. هي بالله عليكم لو مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. عاملين ايه يا حبايب قلبي في الشتاء؟ الدنيا شتية، شتا جامد اليومين دول. النهارده في يعني من الصبح بتشتي، عندنا الشتا صعب قوي. ونزلت لكم فيديو بالشتا ده، بس الحمد لله يعني الامور مشت وكل حاجه ماشيه طبيعيه. مش هنقف يعني للشتا ده، لازم نشوف شغلنا ونشوف طيورنا ونشوف حالنا، فمش هنقف. انا جالي بيض النهارده اهوت، دي بيض فراخ اهوت من عند واحد اسمه مبروك، كتبت عليه الاسم اهو. وده بيض بط اهوت من عند ليلى اختي، دي بيض بط اهو. وده بيض رومي اهو، ودي بيض فراخ. ده برضه همسكه انضفه واكتب عليه برضو اسم اصحابه زي ما انتم شايفين كده. حبايبي ده رزق جالي النهارده اهوت. ابدا بقى اظبط دنيته واحطه في قلب الفقاسه ونشوف الفقاسه جالنا فيها رزق النهارده ولا ما جالناش. ونبدا نشوف حياتنا بقى ونعمل نعمل اللي علينا والباقي على ربنا، وربنا يسترها لان الطيور يعني البهدله النهارده من الشتاء. الميه والله دخلت من الشبابيك على الطيور، وانا كان استرهم ونضفت لهم، وربنا يسترها بقى وما يأذوش من الشتاء ده. فربنا موجود يا رب، واسترها معايا ومعاكم يا رب، وما يضرش اي حد في حاجته. نبدا يا حبايب قلبي نفتح الفقاسه نشوف ايه اللي جالنا فيها النهارده. سموا الله معايا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نقلب البيض. البيضة دي مكسوره يا حبايب قلبي، انا عملت عليها بلاستر كده لزقتها عشان هي فيها كسر، عشان الجنين اللي فيها ما يموتش، تفضل البذره اللي فيها صحيه ما يجرالهاش حاجه. هي سخنه وحلوه مش فيها اي حاجه خالص اهي، فانا لازقها عشان ما تبصش مني. ما بتاخدش تقليب حاجه يعني في ثواني، بالنفر بتكون مقلب الفقاسه ما بتاخدش اي تقليب خالص، ما بتاخدش وقت. البيض ده برضو مش هيغيب وهيطلع، ما عادش قدام منه لفترة بسيطة. مش عارفة اليومين دول أغلبية البيض بيطلع فاضي، ما فيش فيه أجنة، مبقاش فيه بذرة خالص. معرفش بقى تغيير جو أو الذكورة هي اللي مغيرة ريش أو إيه، مش عارفة يعني. ناس كتير بتجيب البيض بتاعها مبقاش فيه بذر. معايا بيض الرومي ده ناقر أهو، ناقر أهو يا حبايبي، ده ما عادش أقلبه بقى خلاص. معانا بطلنا قرن اهمت، هيبدأ ينقر كله بقى لأنه محطوط مع بعضه في يوم واحد. البط ده أنا كنت فرسته ملقتش فيه بذرة، فأنا قلت أسيبه يومين تلاتة كمان وأرجع أفرزه تاني، لو ما كانش فيه بذرة هديه لأصحابه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، معانا بيض ميه هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا نشيل القشور دي الاول. معانا بيض ميه اهو يا حبايبي اهو. البيضة دي سقعانة، تلج خالص، سقعانة خالص دي. البيضة اللي بتبقى سقعانة عرفوا ان هي ايه، مفيش فيها الجنين بتاعها ميت، ما هو الصح طالما في قلب الفقاسة وسقعانة تلج كده يبقى اللي فيها ميت. هنشتغل دي يا حبايبي اهي برضو، ومعاكوا اهي برضو. باقي البيض سخن اهوت، هنسيبه بقى لما ينقر براحته. هنا برضه البيض ده ناقر اهو،
كنت بقلب البيض السخن، ما كانش في حاجه نقرا، هو نقر كله اهو اهو، بسم الله ما شاء الله نقرا اهو معاكم يا حبايبي، نقرا اهو. يا رب زيد وبارك يا رب ليا وللجميع، بسم الله ما شاء الله. بدل الرومي ده اللي عايز تقلب، بس قلب بدل الرومي ده. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهو كده قلبنا الفقاسة اهي، ما عادش فيها حاجة. نشوف معانا طيور ايه تحت. بسم الله الرحمن الرحيم،